مساء الخير على كافة الأخوة والأخوات وين ما تكونوا، إن شاء الله تكونوا بأتم خير وعافية. انتظروني بس أطلع لكم الصوت في السماعة الخارجية. بكلمكم اليوم عن تطبيق ممتاز جدا لعمل اختصارات، تطبيق بما يعرف بتطبيقات الويدجت، أي بمعنى بإمكانكم أن تضعوا اختصار في مركز الإشعارات. طبعا نوصل لمركز الإشعارات من خلال السحب بثلاثة أصابع بهذه الطريقة، مثل ما أنتم تسمعوا معي. يعني ألمس الساعة مثلا وأسحب بثلاثة أصابع إلى الأسفل ويظهر لي مركز الإشعارات، حالة الطقس، الساعة وغيرها من التطبيقات اللي تعمل لنا اختصارات معينة. التطبيق اللي بكلمكم عنه اليوم هو مجاني لفترة. اسم التطبيق، خلينا نروح أنا وياكم مع بعض، دايل. يا رب أكون نطقت الاسم صحيح. نشوف إيش عند هذا صاحبنا دايل. غلقنا للأسف. خلينا نروح من خلال أظن نروح صفحة 6. يلا هذا دايل. وظيفة هذا التطبيق أن يضع لنا أي اسم مهم بإمكاننا نعمل له اختصار في مركز الإشعارات، ونتصل في يعني أي وقت نشاء، بدل البعض يستثقل أنه يروح جهات الاتصال ويبحث عن الاسم. هذا يعمل لنا اختصار، نفس فكرة اللي هي الضغط بالأزرار المطولة أيام زمان، أيام العصر الجاهلي لهواتف النوكيا. هذا يعني نوعا ما يعمل لنا نفس العمل. وظيفته سهلة جدا. أول ما نفتح التطبيق بنضغط على زر أد، أي بمعنى إضافة، وراح يطلب منا السماح بالولوج إلى جهة الاتصال، وعاد نختار جهة الاتصال. وبعدها لنفترض مثلا أنا عامل لي يعني عندي فلسفة في الجروبات لأشخاص ما أعرفهم، فأجمعهم كلهم في جهة اتصال وعاد أحفظهم كلهم في جهة اتصال. بيهمني أني أقرأ محتوى الرسالة، ما يهمني من مثلا اختار هذا الرقم، خلاص انضاف. لاحظوا أنا ضايف اسم السائق، وهذا المثال اللي أنا حطيت لكم إياه. أعمل له دليل عشان ما أبغى، أنا أبغى الرقم هذا حط له من قبل. بس هذه طريقة صاحبنا. وعاد بعدين نروح إلى عشان نفعل البرنامج في مركز الإشعارات، بنروح إلى شيء اسمه طبعا أنا عامل هنا كذا تطبيق. فأروح إلى تحرير وأختار البرنامج وأعمل تم، خلاص راح ينضاف. لاحظوا الآن الاسم اللي أنا اخترته هذا هو ظاهر سين، ما أعرف ليش ما يظهر الاسم، يمكن يظهر أول حرف منه. فأول ما أضغط على بعد الدايل هذا أضغط على السين، يروح على طول ما اتصل للشخص. يا رب إن شاء الله التطبيق بشكل جميل. استعرض معكم كيف الطريقة. التطبيق مجاني لفترة، سارعوا بالتحميل لمن يرغب بمثل هكذا تطبيقات. تسمعوني إن شاء الله في مذكرات قادمة إن كان هناك داعي للتسجيل. دعواتكم.